السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل ونحل، القناة التعليمية. في هذا التوقيت بالذات نحن بحاجة، أو الإخوة النحالون بحاجة، إلى البدء في تربية الملكات. في هذا الفيديو سنتحدث حول تربية الملكات في جهاز جينتر. جهاز جينتر جهاز حديث يستخدم في تربية الملكات والحصول على ملكات جيدة من عمر يرقي جديد. في تفاصيل مميزة حول هذا الجهاز وطرق استخدامه يتحدث إلينا الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك يا أبو حسين الغالي. أبو حسين، يعني على ما يبدو أنه الجهاز مش ألماني، الجهاز اللي عندي يختلف شوي عن الجهاز الموجود عندك، لكن بغض النظر إن كان هذا الجهاز ألماني أو كان صيني أو مهما تكون مكان صناعته، المهم أنه جهاز الجنتر يعني عادة بيجي من نوع من البلاستيك اللي النحل يعني بيقبله، يعني تركيبة البلاستيك هذه بتاعته بتكون تختلف عن البلاستيك اللي حتى ممكن يكون في جهاز النيكوت أو بعض الأجهزة الأخرى. فعلى أساس أنك أنت تأخذ من هذا الجهاز أكبر عدد ممكن من الكؤوس الملكية، أو لابد من أن يكون في عنا بعض الإجراءات الفنية والتقنية حتى تنجح معك. فإذا ما طبقت هذه الإجراءات راح تظل يعني تلاقي في الجهاز هذا ممكن يكون في عندك يعني 6 بيضات 7 بيضات 10 بيضات إلى آخره، ما بيكون فعال. فأولا يعني بدنا لما ننزل جهاز الجنتر على الملك اللي احنا بدنا اياه وبدنا ناخذ منها هذا البيض او هذه اليرقات الصغيرة، لابد ان نركب هذا الجهاز على اطار شمع مبني، يعني بنقص الشمع المبني هذا على قدر الجهاز ومنركب الجهاز مكان الشمع اللي احنا قصيناه وبننزله عند الملكي. بما انك انت مستخدم هذا الجهاز من قبل، يعني بيكون بس مطلوب منك انك يعني ترش عليه غذاء اسمه محلول سكري او محلول عسل حتى النحل ينظفه ويعقمه لمدة ساعة او ساعتين، ثم بتدخل الملكة في داخل هذا الجهاز وبتسكر عليها. في هذه الحالة إذا إنه مستعمل هو سابقا عندك، وإذا كانت الملكة يعني غزيرة في البيض بتلاقيها مثلا بعد ما بدنا نبالغ في الأمور، لكن باليوم الثاني راح تلاقي الملكة باضت في كل العيون الموجودة في هذا الجهاز. هسه هنا في أمامنا خيارين أمامنا، إما بدنا نترك الملكة في داخل الجهاز حتى يفقس البيض، وهذه ربما يعني نضيع عدد كبير من البيض على الخلية ونخسرها كمية كبيرة من النحل، لأنه ممكن النحل الملكة تكون في هذه الحالة مثلا بتبيض عنا 2500 بيضة في اليوم. فإذا حبسنا الملكة لمدة 3 أيام حتى يفقس البيض، يعني خسرنا تقريبا حوالي 7500 بيضة، وهذا العدد ليس بسيط. لكن مجرد احنا شفنا الملكة باضت بدنا نكون مجهزين خلية ميتمة فيها نحل حاضن، يعني نسبة النحل الحاضن فيها كبيرة جدا، والكثافة النحلية بدها تكون كثيفة جدا جدا جدا، يعني خلية من 10 إطارات بدنا نرجعها ل7 إطارات أو 6 إطارات، ويكون البرواز الإطار اللي حامل الجهاز النيكوت هذا عفوا الجنتر هو السابع. فبننقل الجهاز وهو بيض بما انه الخلية ميتمة، وسحب بنكون ساحبين منها كل الحضن المفتوحة والبيض، يعني بحيث انه ما في امام النحل ولا اي فرصة انه ينتج منها ملكة الا من خلال هذا البيض اللي احنا نزلناه لها.
ممكن نخلي إطار واحد يعني من الحضانة المفتوحة، من الحضانة المغلقة عفوا، لكن بدنا نتأكد إنه ما في بيض، ما في بيض أو ما في حضانة مفتوحة نهائيا، لأنه ممكن النحل إذا عمل بيت ملكي على بيضة موجودة في على هذا الإطار أو على يرقة موجودة في هذا الإطار، ممكن يعني يتلفن العملية كلها. فإحنا بدنا الإطار المغلق هذا من الحضن المغلقة اللي بدنا إحنا نتركه في الخلية الملتمة هذه، بدنا نتأكد إنه كبير جدا، ويفضل إنه يكون يعني على وجه الفاكس. بعد 48 ساعة ما تنقل الجهاز مثلا على هذه الخلية، أو ممكن يتجاوز 40 ساعة، 42 ساعة أو 48 ساعة، بنفتح على بنرفع الجهاز يعني بنطلع عليه. إذا شفنا في نقطة بيضة يعني، أو بدأ النحل يعمل على الحضن هاي اللي بتكون فكسة جديد، إذا شفنا نقطة بيضة ما نشوف اليرقة في عيوننا، يعني إذا أنت شفت اليرقة بعينك معنى ذلك إنه صار عمرها كبير. فإحنا بدنا ناخذ اليرقة وهي بس فيها نقطة بيضة. طبعا أول ما تفكس البيضة هذه بيكون عندها سائل مائي في الساعات الأولى، بالساعات اللي بعدها ستظهر نقطة بيضاء اللي هو الغذاء الملكي. بمجرد ما انه النحل وضع عندها الغذاء الملكي، مباشرة بناخذ هاي الأقماع اللي في الجهاز وبنركبها على الكؤوس الملكية، وبننزلها في المكان اللي احنا بنكون مخصص زي ما انت ناشر عندنا بالصورة، بننزلها في هذه على حامل الجهاز، على حامل الكؤوس الملكية. وفي هذه الحالة بيكون قد أنهينا العملية كاملة. يعني بتكون ممكن إنك تحصل من جهاز النيكو، من جهاز الجنتر اللي فيه موجود، احنا اللي موجود عندي موجود في حوالي 110 إطار، 110 فتحات، ممكن إن ناخذ منه من حوالي 80 إلى 90 يرقة. يعني ممكن انك تنتج منه في هذه الحالة، اذا اخذنا 80 بكون في عندنا نسبة من البيوت الملكية النحل لا يعتني بها، لكن ممكن ناخذ منه 70 ملكة على الاقل. يعني 70 ملكة بتكون نجحت في العملية وصارت، والنحل اعتنى فيها ورباها وصارت بيوت ملكية. لكن نقطتين رئيسيات بدنا نروح نعيد وننبه عليهن، انه لابد من وجود كثافة نحلية عالية جدا، والاستمرار في عملية التغذية السائلة، لأنه كل ما كانت إنها تغذية سائلة أكثر، كل ما النحل ركز شغله على البيوت الملكية هذه ويغذي هذه البيوت الملكية. لكن عندما يكون ما يكون في تغذية، بده النحل ينشغل في عمليات السروح ويترك هذه البيوت الملكية. ربما هذه تتعرض في هذه الحالة إلى ذبذبات في درجات الحرارة. لكن برضو من نقطة أخرى نضيف إلها، إنه إذا كنت أنت مش متأكد إنه في عندك كمية هائلة جدا من النحل الحاضن اللي هو من عمر تقريبا 12 إلى 18 يوم وربما أقل، يعني ممكن نأخذ نحل من عمر 8 أيام، لكن احنا بما انه احنا ما بنقدر ننتقي انتقاء من هذه اليرقات النحل الحاضن، فاحنا بناخذ مثلا بناخذ سطل وبننفض، يعني نروح على الخلايا بنطلع منها من كل خلايا من كل خلية اطار وبننفضه في داخل هذا السطل، بناخذ لنا كمية مثلا حتى انه يصير عندنا تقريبا، يعني لو صار في عندنا ما يعادل 500 جرام من النحل او ما شابه. طبعا في حالة انه احنا رفضنا الاطارات هذه في السطل هذا، النحل السارح راح يرجع يطير بسرعة ويرجع على خليته، والنحل الحاضن سيبقى في داخل هذا السطل.
بعد ما نجمع كمية يعني اللي بتكون هي تكون تتناسب مع حجم النحل اللي موجود في داخل هذه الخلية الميتمة، بناخذ هذا الصدر كله بكل النحل الحاضن اللي فيه وبنفرغه في داخل هذه الخلية مرة واحدة. فبكون احنا انا يعني أردفنا هذه الخلية بكمية كبيرة جدا من النحل الحاضن اللي ممكن انه يعتنينا بهذه الكؤوس الملكية والبيوت الملكية. في هذه الحالة يعني بتقدر تقول انك انت حصلت على ملكات اخذت حقها من الغذاء الملكي كنوعية وكمية. الامر الثاني بتكون ان يعني انت ضمنت انه ما يصير فيه اي يعني خلل او اي تذبذب في درجات الحرارة، لان يعني النحل في هذه الحالة بثبت درجات الحرارة يعني على زي ما يقولوا على الإبرة. لما تكون الملكات أخذت عندك الحرارة المناسبة والكمية المناسبة من الغذاء الملكي والرطوبة المناسبة والنوعية المناسبة برضو من الغذاء الملكي، هنا تقدر تقول إنك أنت حصلت على ملكات يمكن أو مش يمكن، بالتأكيد بتقدر تعول عليها وبتأخذ منها ملكات ربما ما شفتها أنت بحياتك. والملك اللي بتطلع من هذا الجهاز أو من هذه الطريقة ستلاحظ فرق كبير جدا في شغلها، من حيث طول عمرها، من حيث كمية البيض اللي ممكن أنها تبيضها، كل الأمور هذه أو المواصفات الجيدة اللي أنت بتتمناها في خريطتك تلاقيها في هذه البيوت الملكية. تحياتي.